هلا راح ناخذ مثال اخير ربما يكون عن موضوع الفورير سيريز. هنا هذه الداله اللي منطين اياها اف اكس قيمتها صفر للفتره من سالب باي الى الصفر، ولا اف اكس قيمتها اكس تربيع للفتره من الصفر الى الباي. قلت اول خطوه اسويها حتى احل الفورير سيريز انه هاني شنو ارسم الداله. اوكي، فراح ارسم الداله مالتي، ارسم المحاور، معرف شنو صار، ارسم المحاور مالتي وبعدها راح ارسم هنا أنا عندي هذه سالب باي، هذا الصفر، وهذه عندي الباي. هذه هي الفترة اللي موجودة عندي، فقيمة هالدالة جيت صفر للفترة منين؟ من السالب باي الى صفر، وقيمتها اكس تربيع الدالة للفترة من الصفر للباي. طبعا دالة الاكس تربيع تكون بهالشكل. اوكي، بهالشكل قيمة الدالة قوس. هذه اف اكس يساوي اكس تربيع، وهنا الاف اكس قيمتها صفر. تمام، هنا نجد الفترة راح تصير هذه كلها 2 باي، احتاجها هذه الفترة، مو اعرف وين احتاجها. الجنرال فورم اللي موجودة عندي اللي هي اف اكس يساوي اي نوت على 2 زائد سميشن اي ان ويا كوساين ان باي على بي اكس زائد تكامل بي ان ساين ان باي على بي اكس. اي نوت اي ان بي ان هذول احتاج احسبهم، ليش؟ لانه الداله مثل ما واضح عندي بالشكل لا فرديه ولا زوجيه، اذا احتاج احسبهم ثلاثتهم هذول الفاكتورز. اوكي، ثلاثتهم احتاج احسبهم. اذا عندي اول شيء ابلش بي اللي هو الاي نوت 1 على بي تكامل بي 1 الى بي 2 اف اكس دي اكس. اوكي، ايش قد البي؟ طبعا بما انه هذه 2 باي، اذا البي هي شنو؟ 2 باي على 2 يعني باي. اوكي، هذه 2 باي على 2 راح يصير 1 على باي تكامل. ايش عندي؟ عندي طبعا بداية هذه الدالة اللي هي الصفر، يعني حتى ما داعي اكتبها لانه عرفنا هذا الشيء. فتكامل من الصفر للباي للدالة مالتي اللي هي اكس تربيع دي اكس. اوكي، زائد تكامل الصفر، ما عندي بي مشكلة حتى اختصر صفر. هنا انا راح اجي اكاملها، راح يصير 1 على باي تكامل اكس تربيع هي اكس تكعيب على 3 حدود تكامل من صفر للباي، يعني 1 على باي باي تكعيب على 3 عوض ناقص صفر. هذه زيادة تطلع قيمتها باي، تروح تبقى لي باي تربيع على 3. هذا اول فاكتور اللي هو الاي نوت. اجي احسب للاي ان، انتبه، اللي هو 1 على بي تكامل اف اكس شو هي؟ كوساين ان باي على بي اكس دي اكس حدود تكامل مالتي بي 1 البي 2. هذه هنا اكو عندي دالتين. اوكي، فخليني اشوف، يساوي 1 على باي تكامل من الصفر للباي الدالة اكس تربيع كوساين ان باي على باي على اعتبار البي قيمته باي اكس دي اكس زائد طبعا تكامل الصفر، هذا ما لنا علاقة به. خليني ارتب الدالة مالتي اكثر، 1 على باي تكامل صفر للباي اكس تربيع كوساين، هذه الباي تروح تبقى عندي ان اكس دي اكس. انتبهوا لي بالله شباب، هنا شوية هنا شنو عندي؟ عندي ضرب دالتين، هذه اكس تربيع وعندي كوساين ان اكس. هذه شلون اكاملها؟ قلت بقاعدة يو دي في، يعني هذه يو
دائما مشتقة الدالة المثلثية، انطيها دي في. شلون اكاملها هذه؟ يساوي واحد على باي. انا شنو قلت؟ خلينا كتبه القانون مالتي هنا، تكامل يو دي في يساوي يو في ناقص تكامل دي يو في. اوكي تمام، خليني انزل شوية. يساوي، ما اعرف ليش ما يكتب، اعتقد القلم خلص شحن. anyway شباب، بس هنا أنا وضحت لكم بالفيديو الاول انه تراجعون قاعدة تكامل ضرب دالتين. يعني هنا اكو عندي اكس تربيع واكو عندي كوساين ان اكس. اوكي، فالكوساين الدالة المثلثية انطيها دي في الرمز، والباقي بدلات الاكس تكون اسمها يو. فلما يكون عندي تكامل يو دي في، انتبه، تكامل يو دي في يساوي يو، يعني تنزل الدالة الاولى مثل ما هي، في في، يعني هذه الفي هي تكامل الدي في، مو يعني تكامل الدالة المثلثية ناقص تكامل منو؟ دي يو، يعني مشتقة، هسه بالنسبة هنا مشتقة الاكس تربيع، في في اللي هي تكامل الدالة المثلثية. اوكي، هسه هنا ايش راح نقول؟ يساوي واحد على باي، تنزل مثل ما هي، انتبهوا لي. هسه منو؟ يو، مو اللي هي تنزل اكس تربيع، في منو؟ الفي اللي هي تكامل، هذه تكامل الدي في، لازم اوفر المشتقة، فواحد على ان ساين ان اكس ناقص، ناقص منو؟ هسه تكامل منو؟ دي يو. انا اليو قد عندي اكس تربيع، اوكي، فشنو راح يصير عندي؟ دي اكس في منو؟ الفي اللي هي تكامل هذه الدالة المثلثية، يعني واحد على ان ساين ان اكس، حدود تكامل من صفر الى باي. اوكي، خليني هسه ارتبها، هذه اصير واحد على باي، هذه اسويها اكس تربيع على ان ساين ان اكس ناقص، خلينا احاول اطلع الكونستانت، خلينا اطلع هذه الثنين والان، خلينا نخليهم برا، اثنين ان. ايش بقت لي هسه؟ يعني كانما بقت لي تكامل اكس ساين ان اكس. هسه انتبه، هذه الدالة ايضا صارت شنو؟ ضرب دالتين، فايضا يو دي في، يعني هسه صارت هذه يو وصارت هذه دي في، وراح اكامل على هذا الاساس. شلون؟ هسه تكامل من جديد، اللي هي الاولى تنزل تكامل الثانية اللي هي سالب واحد على ان كوساين ان اكس. اوكي، ناقص تكامل، هسه الساين تكامل الساين سالب كوساين، فالسالب اطلعه برا، يصير هنا زائد، واوفر المشتقة مالته اللي هو واحد، لا اوكي، اوكي، كوساين ان اكس اوكي دي اكس، حدود من الصفر للباي. اوكي، هسه اجي راح ارتب المعادلة مالتي، راح اصير واحد على باي، شو باقي لي؟ هذه تنزل اكس تربيع على ان ساين ان اكس ناقص، راح يصير زائد على اعتبار هذا السالب اطلعه برا، ايش راح يصير؟ اثنين اكس على ان تربيع، انتبه هذه اثنين ان راح تتوزع، اوكي، اثنين اكس، هسه وزعتها بالحد الاول، اثنين اكس على ان تربيع كوساين ان اكس، هذه تنزل مثل ما هي. بعد شو عندي؟ اوكي، هسه تكامل الكوساين
اوكي، وعندي من هناك الإشارة السالب، هذه الإشارة السالب تنزل تتوزع عليهم، راح يصير سالب 2 على n، في 1 على n، 2 على n تربيع، وتكامل كوساين ايضا لازم اوفر المشتقة مالتها اللي هي ال n، 2 على n تكعيب ساين n x. اوكي تبوا شباب هذا التكامل لا تغلطون بي، انا يمكن شوي اختصرت الخطوات لكن بامكانك انت تحل حل تفصيلي. اوكي هسه هنا راح اجي اعوض، راح اجي اعوض بدل الاكس راح اصير 1 على باي، بدل الاكس تربيع اعوض منه باي تربيع على ان ساين ان باي، زائد 2 باي على ان تربيع كوساين ان باي، ناقص 2 على ان تكعيب ساين ان باي. طبعا اذا اعوض الصفر، هذه صفر هذه صفر اوكي، وساين الصفر ايضا صفر، فكلها راح تصير صفر، فناقص صفر ما تاثر عندي. هسه هنا ايضا شنو عندي؟ هنا أنا عندي ساين الان باي، ساين ان باي صفر، هذه صفر، وهنا هذه ساين ان باي صفر، فشو يبقى لي؟ يبقى لي فقط هذا المقدار، فايش يساوي؟ راح يساوي 1 على باي في 2 باي على ان تربيع كوساين ان باي. اوكي ايش يساوي لي هذه الباي؟ تروح ويا الباي، فش يبقى 2 على ان تربيع كوساين ان باي. هذه هي الاي ان. انتبهوا شباب، يعني لا تحاول تستعجل وتغلط اوكي، لانه اكثر من مره حليت باليو دي في اوكي، مرتين صارت، واحده من داخله بطن الاخ، يعني معادلتين من الداخلات، فانتبه. هنا هسه طلعت قيمه الاي ان، ايش اسوي؟ اخذ قيم للان، فواحد اثنين ثلاثة ممكن اربع قيم as you like، بس راح يصير عندي اي 1 اللي هي 2 على 1 كوساين باي، هذه قيمة سالب 2، قيمة الـ A2 2 على 4، 2 تربيع 4 كوساين 2 باي اللي تطلع قيمتها 1 على 2، A3 ممكن 2 على 3 تربيع 9 كوساين 3 باي، هذه طلعت سالب 2 على 9، ممكن نحسب الـ A4 أو ما نحسبها، 2 على 16 كوساين 4 باي تطلع قيمتها 1 على 8، 15 1 على 8. اوكي هسه هذه بالنسبه لمنو؟ اي ان. البي ان شلون احسبها؟ البي ان نفس الشيء، مو ايضا 1 على باي تكامل من الصفر للباي الداله مالتي اكس تربيع، واخذ وياها ساين ان اكس، طبعا بعد الاختصارات، مو هي نفس هذيك نفس الاي ان، لكن هنا الفرق انه ساين، فنفس الاختصارات ونفس كل شيء. يساوي 1 على باي، شنو عندي؟ هذه ايضا يو دي في، هذه يو هذه دي في، فشلون اكاملها؟ يو اوكي هذه الفي كوساين ان اكس اوكي، وهذه بعد ما ارتبها هذه دي يو، وهذه الفي ايضا كوساين ان اكس دي اكس، حدود تكامل من الصفر للباي. انتبه هنا أنا هسه ايضا صار عندي تكامل ثاني، مو هذه صارت هسه اليو وهذه صارت الدي في، فهذه يحتاج انه احلها ايضا تكامل ثاني. انتبه يساوي 1 على باي، هذه سالب اكس تربيع راح تصير على ان كوساين ان اكس، زائد هذه الاثنين خلينا نطلعها، وهذه نكاملها يو دي في اكس، 1 على ان ساين اكس ايضا راح تصير ناقص 1 على ان، راح يصير عندي ايضا انتجريشن ساين ان اكس دي اكس، نسد هالقوس الاول ونسد القوس الكبير.
الصفر للباي. هسه هنا أنا بعد اني اقدر راح اكامل هذا الاشتقاق الاخير، التكامل الاخير. انتبه كم تكامل راح يصير عندي، او كم تكامل كاملت، واحد على باي هذه تنزل سالب اكس تربيع على ان. اوكي كوساين ان اكس زائد 2 هذه الاكس تطلع على ان تربيع ساين ان اكس، ما عندي ساين اكس، هذه ساين ان اكس. ساين ان اكس بلس مين ترتبها؟ 2 على ان تكعيب، هاي تدخل ايضا على الانتجريشن، واوفر مشتقات الزاوية اللي هي واحد على ان، فراح يصير 2 على ان تكعيب كوساين ان اكس. هسه ايش راح اعوض؟ راح اعوض الباي والزيرو، راح يصير واحد على باي، شنو عندي بالبداية؟ اعوض الباي اللي هي سالب باي تربيع على ان كوساين ان باي زائد 2 باي على ان تربيع ساين ان باي زائد 2 على ان تكعيب كوساين ان باي. اوكي ناقص، خلينا نعوض هسه الصفر، ناقص اوكي هذه اكس راح تصير صفر، وهنا أنا اكو عندي ايضا صفر، هنا زائد 2 على ان تكعيب كوساين الصفر. اوكي انتبه هسه شنو عندي؟ عندي هنا ساين ان باي هذه قيمتها صفر، فايش بقى؟ بقى هذه اختصرها سالب باي على ان كوساين ان باي زائد 2 على باي ان تكعيب، هذه الباي تدخل مو 2 باي ان تكعيب كوساين ان باي. اوكي بعد شو عندي؟ عندي ال 2 على ان تكعيب، هذا ايضا تدخل هنا، فناقص 2 على ان تكعيب، وهذه 1 طبعا باي ان تكعيب، او ان تكعيب باي. اوكي فهذه هي قيمة البي ان. اوكي لا تغلط، خلي دقيق بشغلك هنا، لانه المعادلة مطولة، فراح اخذ قيمتين للان، هذه الان هذه بي ان، هذه 1 راح اخذ 2 فقط كافي. فبي 1 راح تصير سالب باي على 1 كوساين باي زائد 2 على باي في 1 تكعيب كوساين باي ناقص 2 على باي. طبعا اذا اريد نطلع قيمتها راح تصير باي ناقص 2 على باي ناقص 2 على باي يساوي باي ناقص 4 على باي، تقدر تبسطها بعد اكثر. والبي 2 ماينس باي اوفر 2 كوساين 2 باي زائد 2 على 8 باي كوساين 2 باي ماينس 2 اوفر، خلينا نبسطها، هذه سالب باي على 2 زائد 2 على 8 باي ناقص 2 على 8 باي، هذول يروحون، ايش تبقى لي؟ فقط سالب باي على 2. ممكن تاخذ لك نقطة ثالثة أو نقطة رابعة، ماكو مشكلة. ايش راح يصير عندي الـ f x؟ هسه راح يصير عندي اللي هي الـ a نوت over 2 plus summation of a n كوساين ان باي اوفر بي اكس زائد سميشن للبي ان ويا ساين ان باي اوفر بي اكس. اوكي
خلينا اعوض قيم الاي نوت او قيمه الاي نوت، يصير عندي باي تربيع على 6 بلس، هسه راح اعوض قيم الاي ان زائد نصف كوساين 2x ماينص، طلعنا 2 على 9 لما يكون الان 3، هذه بالنسبه للان اي ان بلس ايش عندي باي ناقص 4 على باي، هذه بالنسبه للبي ان الاولى لما يكون ان 1 زائد شنو هذه طلعنا قيمتها سالب، خلينا نكتبها السالب قبل نوزعها، ناقص باي على 2 ساين 2x، هذه هي الفوريير سيريز، هذه هي الفوريير سيريز بالنسبة لل لما تكون هنا عندي الدالة لا فردية ولا زوجية، وبصراحة هنا الدالة نوعا ما مزعجة. ليش؟ لأنه اكو عندي دالتين، يعني يصير عندي دالتين لما احسب الاي ان والبي ان، فراح يصير عندي تكامل بطريقة اليو دي في. اوكي، راح اكامل بطريقة اليو دي في، وبعدين يصير عندي ايضا انتجريشن هنا، يصير عندي ايضا يو دي في. اوكي، فراح احل ايضا مرة ثانية باليو دي في، فانتبه لما يكرر عندك الانتجريشن، يعني لا تغلط وتترك الانتجريشن. اوكي، السؤال مجرد انه مطول، يعني مو صعب، مجرد انه مطول، ادير بالك على الانتجريشن فقط، هذا اللي ممكن يغلطك بالامتحان، اما في ما عدا فالموضوع ان شاء الله سهل. شكرا جزيلا.